السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعات قناه كوزين تيما. في هذا الفيديو اليوم بغيت نتقاسم معكم طريقه تحضير اشكال متنوعه من الكراميل اللي نزينوا بها طرطات وكذلك حلويات اعياد الميلاد. فقررت انني ندير لكم فيديو واخا قصير ولكن غادي ندير لكم الطريقه، فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا بحول الله. غادي نحتاجوا في هذا الفيديو للسكر، غادي نوضعه على النار، سكر خشن غنوضعو على النار ونخليوه حتى يذوب لينا ويولي لنا على شكل كراميل. وغادي ناخذ مثلا يا اما ديروا البندق اولا ديروا بحال هكا دوك لي سوغيس الصغار اللي كيكونوا على هذا الشكل. كنحطوهم كنديرهم في عود ديال الكيردون وكنوضعوهم في الكراميل، غادي نغطسوهم فيه مزيان وغادي نبقاو هازينهم واحد شويه حتى كيبدا يهبط لينا هذاك المنقار وكيتشكل لينا واحد المنقار طويل، عاد باش كنشدوه بيدينا وكنثبتوه يا اما نخليوه هكا طويل اولا نعوزوه ونعطيوه اشكال متنوعه اولا نلفوه على بعضياتو، يعني على حسب نتوما الشكل اللي بغيتو ديرو. بالنسبه لهذيك الشكل ديال اللي كيكون بحال نصف دائره فكناخذوا واحد، اما الا كانوا عندكم هذوك ليمون اللي كيكونوا على داك الشكل الدائري كديروهم اولا كتاخذوا غير المغرفه بحال هكا وكدهنوها بالزيت وكتاخذوا الكراميل وكتبقاو كدوزوه عليها بحال هكا حتى كيتشكل لكم خطوط راه هي في ساعة كتلصق. كتحيدوا داك الفائض التحتاني وكتزولوها غير بالمهل، يعني راه في ساعة كتحيد لكم كتسناو على تقريبا واحد 30 ثانية باش تقبض فراسها وكتزولوها وكتجي على هذا الشكل هذا. فانا قلت زعما نديرها لكم في فيديو خاص باش تبقى، لان انا غادي نستخدمها في بزاف ديال الفيديوهات فقررت انني ما نديرهاش لكم في نفس الفيديو. الاهم انكم الكراميل من تكونوا كتخدموا به ففي كل ساعة خاصكم ترجعوه للبوطة باش ما يجمدش لكم دغيا لانه دغيا كيجمد. وبالنسبه لهاد الاشكال يعني نصيحه اللي عندكم انكم مثلا الا كان عندكم لانيفيرسير او لشي مناسبه وبغيتو توجدوهم فيعني توجدوهم في الوقت اللي غادي تبغوا تحطوا فيه الكاطو كتحطوهم عاد باش كتحطوا الكاطو باش كيبقاو لكم شادين هذيك ما كيسيحوش لكم مع الكاطو لانهم ما كيبغوش الثلاجه. فكنتمنى تكون الطريقه ديال الشرح مفهومه، انا قلت نديروا لكم غير فيديو قصير ولكن نحاول نشرح لكم في هذا المبدا هذا واللي غادي نخدموا به ان شاء الله في العديد من الفيديوهات بحول الله. فإذا كانت اول مشاهده لكم القناه ضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد القناه ان شاء الله. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.